Shalom. Listen to that story. I come from Israel. That dude right here is a Palestinian. Now, you all know about the conflict between Israel and Palestine, right? Well, listen to that. The only conflict that me and Abed have is who will pay for the fucking beer. That's him. And let me tell you this, while it takes our leaders 6 months just to bring themselves into the table and to speak about something called peace, we're living together in a tour bus, in touring and busting our asses. If it's so easy for us, then what the fuck is the problem, right? I would say that heavy metal definitely show an example to politicians. This is the spirit of heavy metal. Thank you all! السلام عليكم، معكم شادي العباد. بصراحة هذا الفيديو ما كنتش ناوي فعليا ولا مخطط اني اسويه، ولكن قبل شوي كنت ابحث على موقع يوتيوب عن موضوع معين وصادفت الكثير من الفيديوهات اللي بتحكي عن موضوع او شخص انا بحبه في عالم الميتال، وهو مغني الميتال المعروف كوبي فراهي. انا حتى بصراحة هذا الفيديو مش مجهز له اشي، ولكني بعد الاشياء اللي شفتها كثير على يوتيوب على طول شفتها، فقلت لازم اعمل هذا الفيديو ولازم احكي وجهة نظري، لانه فعليا الموضوع والهبل اللي كثير الموجود على يوتيوب لازم نرد عليه، او لازم انا على الاقل ارد عليه كوني واحد من عاشقين موسيقى الميتل، وبالتحديد عاشق لموسيقى الميتل الشرقي اللي مؤسسها الفعلي هو كوبي فراهي. فحابب عن جد اعلق على هاي القضية. نشط بعض القنوات على يوتيوب زي قناة مكتب الاسرار وغيرها من القنوات انه فعليا مغني الهيفي ميتل كوبي فراهي هو فعليا مغني بدعو لفكرة دمج الأديان، وكمان بدعو لفكرة النظام العالمي الجديد، ومش بس هيك بدعو كمان لعبادة الدجال. وطبعا أنا كنت قبل حوالي سنة أو شيء زي هيك رديت على فيديو اللي خاص بقناة مكتب الأسرار اللي بدعي فيه صاحبها إنه فعليا موسيقى الميتل هي موسيقى شيطانية. طبعا ما كان الصوت بالفيديو كان بهذه زيادة، ولكنه نوعا ما كان يعني جيد، يعني رد على قضية الميتل وعبدة الشيطان. ولكني فعليا حبيت بعد هيك اني اخصص فيديو كامل للشخص كوبي فراهي لحبي الشديد لهذا الموضوع، ومش بس عشان قناة مكتب الأسرار، لا، في كثير هبل عن جد منتشر عن هذا البني آدم على يوتيوب وكمان على مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف غالبية الناس اللي بيهاجموا السيد كوبي فراهي هم أصلا ما بعرفوش مين هذا البني آدم، ولا أصلا سمعوا بأغانيه، ولا أصلا عارفين شو الفكرة الأساسية من هذا المغني. إحنا هنحكي بشكل بسيط عن هذا المغني وحنرد على اعتراضات اللي عليه. طيب، خلينا بالأول نحكي عن كوبي فراهي. مين هو كوبي فراهي؟ ببساطة كوبي فراهي هو مغني إسرائيلي مولود في منطقة يافا. كوبي فراهي هو مغني نوعا ما ممكن نحكي إنه قديم شوي بمجال العالم روك والميتل، إله بعض الأغاني، ويعتبر هو مؤسس ما يعرف بالميتل الشرقي. والميتل الشرقي هو ببساطة نوع من أنواع الميتل، ولكن بيتم فيه استعمال الأدوات العربية زي مثلا القانون، العود، وهي الأشياء. وكوبي فراهي هو يعتبر واحد من الناس اللي مؤسسين لهاي الموسيقى أو هذا النوع. مش بس هو المؤسس، لا، بل هو كمان داعم لأغلب الفرق العربية، أو مثلا لما تكون مثلا في فرقة عربية، أو مثلا في فرقة مثلا حابة مثلا تدخل موضوع الميتل، فهو دائما يعني بتلاقيه هو دائما اسمه لازم يكون موجود في الموضوع، فهو دائما داعم لهي الشغلة. بالنسبة لأغاني فرقة أورفنت لاند، فأغلب أغاني فرقة أورفنت لاند هي أغاني تدعو إلى السلام والحب وهي الأشياء. ففي الغالب الأغاني هي بتناقش أمور سياسية، أمور مثلا عقائدية دينية، ولكن فعليا ما بركزوا مثلا على الجانب بتاع مثلا القتال وهي الأشياء، لا، هم بركزوا على عكس باقي فرق الميتل على الجانب الجيد فقط. يعني كمثال عندهم أغنية بألبوم لهم اسمه All is One، هذا الألبوم أنا بحبه كثير على فكرة. في الألبوم هذا جابوا أغنية اسمها Children، بالأغنية هاي بيناقشوا الوضع السوري مثلا والأطفال اللي ماتوا بالحرب مثلا، أو بالأحداث اللي صارت مثلا في دولة سوريا مثلا. بالأغنية هاي الكلمات تاعت الأغنية فعليا وانت بتسمع فيها وانت يعني بتقرأ فيها، بل وانت بتسمع انت حيجي عبالك تعيط عن جد يعني. طبعا الأغنية على حقوق ملكية، فصعب الواحد مثلا يجيبها على موقع يوتيوب.
باظو عندهم أغنية ثانية بهذا الألبوم اسمها باظا أو أخي. في الأغنية بيستعملوا قصة النبي إبراهيم عشان يعتذروا للجانب الثاني. يعني كوبي بالأغنية مثلا بيمثل، خلينا نحكي الجانب اليهودي، وهو بيعتذر للعرب مثلا عن كل المشاكل والخلافات اللي بين اليهود والعرب بهاي الأغنية. عن جد هاي الأغنية كمان بنصحكم تسمعوها، لأنه عن جد الأحاسيس اللي فيها مش طبيعية. طبعا بالأغنية كمان ما بنتقل مثلا الدين، لا هو مثلا بقول لك مثلا إنه إحنا مثلا أولاد عم، وإحنا وبعتبر مثلا كوبي فاح وهذا الموضوع وعبه مثلا بوحدة من اللقاءات، وقال بشكل واضح الخلاف أول ما بلش بين العرب واليهود هو بلش من هاي النقطة، النقطة اللي انفصل فيها أولاد إبراهيم بين بعض، زي ما احنا بنعرف مثلا بالقصة الإسلامية إنه إسماعيل يعتبر أبو العرب يعني، وكمان وإسحاق أبو اليهود اللي من نسله أجا طبعا جاكوب أو يعقوب اللي ما اللي فيما بعد حصار اسمه إسرائيل. فهو بقول لك مثلا إنه من هنا بلش الاختلاف بين العرب واليهود، فهنا كمان هو بين هاي اللحظة هو بعتذر واستعمل هاي called brother. And historically speaking, if you now put aside Israeli, Arab, Jews, Muslim conflict, historically, the both of these nations are descendants of Abraham. Because Jews consider themselves to be the sons of Isaac, while Arabs consider themselves to be the son of Isaac. They were both sons of the same father. So historically, if you take me and you take an Arab, we are brothers. But do you both belong to, you're both Semites? Yeah, both Semites. And when you will say that to a lot of Israelis and to a lot of Arabs, they don't even remember that. The hate is so strong. They don't even remember that we come from the same source. We have the same names. My name is Yaakov. An Arab guy will be called Yaakov. Our guitarist name is Yosef. An Arab guy will be called Yusuf. And Abraham and Ibrahim. And this is... The names are the same, the story is the same. One thing is different, check it out. And the song speaks about it, the song that we wrote called Brother. The Jews say that Abraham took Isaac to the mountain to sacrifice him to God. The Arabs say it was Ishmael, that Abraham took Ishmael. So the conflict even began back then, because they were sons from the same father, but with different mother. So we had this new song on the new album called Brother, and this is about this song. فالنقطة بدي أحكيها يعني، لسه لو بدنا كمان نظل نحكي مثلا عن أغنية All is One وكمان باقي الأغاني فمش هنخلص، إنه كل أغاني تدعو إلى السلام. طيب يعني إحنا هسا نستنتج من الكلام اللي أنا بحكيه هسا إنه فعليا الفرقة لا تهاجم الأديان ولا تدعو إلى أي شيء، بل هي تدعو إلى التعايش. يعني حتى الشخص مثلا صاحب قناة مكتب الأسرى مثلا لما أجا يحكي عنهم أجي حكى لك شغلة غبية، قال لك وهي من الأسباب المستخدمة في تمهيد المملكة للدجال، طبعا بدون أي مصدر. وأظن أنا شخصياً كبني آدم يعني إنه ما فيش حدا فينا بكره فكرة التعايش السلمي يعني بين الناس والشعوب، وإحنا أصلاً كنا بندعي إنه الأديان بشكل عام، يعني إحنا بندعي يعني الناس المؤمنين وأنا طبعاً مؤمن، إنه الأديان مثلاً أجت عشان مثلاً تخلي الناس مثلاً يعيشوا مع بعض مثلاً، هذا اللي أظنه يعني حسب علمي، بعرفش عنكم شو فهو يعني أجالك وحكى لك هالفكرة صحيحة واستعملها مثلاً في الأغاني تعيين. طبعا كوبي فاح مهتم كمان كثير لمنطقة الشرق الأوسط، مهتم كثير بالعرب، وأصلا أغلب المتابعين تعونه من منطقة الشرق الأوسط، وأغلب الناس اللي بيحبوه والمعجبين فيه في الغالب يعني هم من العرب في الغالب. So tell me, before we continue, I wanna know, anyone here came from Tunisia? Anyone here from Syria? Salam alaikum, brothers. Also, the brothers from Tunisia. We love you. What else? Iran. You came from Iraq. Iran. Iran or Iraq? Iraq. Dalo. Okay, from Iraq. Lebanon. What else? Anyone from Egypt? Morocco. Who's from Istanbul and Turkey? My friends, we are Jews from Israel. When it comes to heavy metal and music, there is no problem because we are brothers and sisters. This is what we are. That's it. This is all. I want to dedicate to all the next song. طيب بعد هذا الملخص السريع جدا لكوبي فاحي، طبعا هو هذا البني آدم اللي نحكي عنه وعن تاريخه مش هنخلص، لأنه فعليا له تاريخ طويل كثير في عالم الموسيقى.
في ناس بعض الناس بيهاجموا السيد كوبي فرح وبيحكوا لك مثلا انه هذا الشخص مثلا بيحاول ينشر ديانة الدجال او ديانة العصر الجديد. طبعا الناس المساطيل اللي بيحكوا هذا الكلام يعني مش عارف من وين اي كوكب هم جايين، ولكن هم مثلا اصحاب مثلا يعني مثلا صاحب قناة مكتب الاسرار مثلا حكى لك انه فعليا هذا الشخص اللي هو كوبي فرحي بيحاول يخدم الدجال. هو هيك قال لك بالحافل، الواحد قاله بالفيديو تاعه، وقال لك طبعا انه هذا بني ادم بدعو بالاغاني تعيته للدمج بالاديان، وهذا الحكي انه مثلا هو شخص بده ينشر الشيطنه في العالم. طبعا هذا الكلام اللي هو بيحكيه مثلا غا واقعي وغا ملموس لاكثر من سبب. اولا هو بظن انه فعليا انه فاقة اورفنت لاند هي فاقة دينيه، وهذا كلام غا صحيح. المؤسس اصلا الفاقة اللي هو كوبي فرحي، وكمان باقي الفاقة زي ما انعرفت بالفيديو الاولاني اللي عملته قبل سنة عن كاد على قناة مكتب الأسرار، انه فعليا هاي الفاقة في الاساس كل الشغالين فيها ملحدين. يعني كوبي فرحي نفسه ملحد، وحتى ما من المرات طلع بلقاء وانسأل هل انت مثلا يا كوبي بتآمن؟ بكل بساطة انه يا سيدي انا ما بآمن، لانه ببساطة ما في ادلة اثرية على وجود الانبياء. طبعا هذا موضوع الادلة على وجود الانبياء وكذا، انا عندي قناة ثانية بحكي فيها عن الاديان، وعديت بهاي على هاي النقطة يعني انه في اثار ولا لا. ولكن النقطة اللي انا بدي احكيها هنا والمهمة عندي انه هذا الشخص ملحد اصلا، ليس يهوديا اصلا، لا يعتنق الديانة اليهودية، بل هو مثلا بأخذها يعني كهيك اشي كهوية، بس هو فعليا ليس يهوديا، بل هو إيثيس، بل ملحد يعني من الآخر هو اللي معه. فإنك تستنتج انه مثلا بدهم يدموا مثلا الدين وهذا الحكي، هذا الكلام كله غير صحيح. أصلا كوبي فرحي يعني أكثر من ما كمان تسأل شايك بالمسيح، شايك بمحمد، شايك بهاي الشخصيات. هو طبعا مغني، وعشان برضو أغلب الناس مثلا بتابعون منطقة الشرق الأوسط، ومثلا ما بقدر مثلا يقول لك مثلا أنا ضد الأديان مثلا، أو مثلا أنا ضد الدين، أو أنا مثلا ما بقدر أقول لك هيك، لأنه شخص يعني كيف بدي أقول لك إياها، هو شخصية عامة مش شخص عادي عشان مثلا يجي يقول لك مثلا أنا بدي أنتقد الدين، لا. وهو أصلا ما بنتقد، يعني هو صعب إنه حتى هذول مثلا اللي بيقول لك مثلا قناة مكتب الأسرار مثلا بتقول لك يعني مثلا السيد كوبي فرح مثلا بده يهدم الديان الأديان، طب كيف بده يهدمها بالله وهو أصلا بنتقدهاش؟ أنت ما بتعرف بصراحة. وطبعا صاحب قناة مكتب الأسرار، أنا اللي عمل الفيديو تاع قناة مكتب الأسرار، أنا كان عندي زي تواصل صغير معه، وحكيت مع الشخص اللي كتب له هاي الحلقة فيما يخص موضوع Orphaned Land. ولما حكيت مع الشخص هذا، طبعا هو يعني مش هحكي انه صديق يعني، ولكن اتواصلت معه، كان يقول لي فعليا انه فعليا لما حكيت معه ما كانش في اي دليل على الكلام اللي بيحكيه، بل هو مجرد ادعاء. وطبعا هو باني اصلا فكرة انه مثلا كوبي مثلا يدمى الاديان، او مثلا هو بيعبد الشيطان، فقط من بعض الصور، زي مثلا الصور مثلا اللي كوبي فرح مثلا عامل فيها حركة بافوميت. وهذا صراحة الشغلة غير منطقية نهائيا. يعني انت على صورة مثلا تبني لي هالهبل، يعني ألبوم له 500,000 صورة، بالصورة كلهم كل واحد يعمل فيها صورة لدين. في صورة مثلا هو عمل مثلا لبس زي سيد المسيح، تعال نحكي انه هو المسيح مثلا، وعنده صورة ثانية كان مثلا برقص فيها زي رقص تاع الصوفيين، تعال نحكي انه صوفي. في صورة ثانية برضه هو حامل القرآن نفسه، شو رايك تحكي انه كمان مسلم؟ يعني فعليا انت بتتعامل مع عقلية الناس هذول بهجم السيد كوبي فرحي باسلوب يعني غبي كثير صراحة. اللي بدي احكيه بس بهذا الفيديو انه فعليا السيد كوبي فرحي او مثلا فرقة Orphaned Land لا تدعو لعبادة الشيطان، ولا تدعو لعبادة البطيخ، ولا تدعو لهذا الاشي. بالعكس كوبي فرحي زي ما انا حكيت 100 مرة بهذا الفيديو، السيد كوبي فرحي نفسه ملحد، ولكنه يحترم الديانات، وهو بحاول ينشر السلام بين اصحاب الاديان. هاي هي الفكرة تعيته، لانه هو اصلا، وانا هحكي هالكلمة بشكل واضح عشان يعني ما نضحكش على بعض، السيد كوبي فرحي بحسب الكلام تاعه هو عايش بمنطقة فلسطين، تمام؟ يعني هو اصلا اسرائيلي. فهو لما شاف النزاعات كثيرة بين العرب وبين اليهود، فهو حاول يعمل شغلة انه يعمل زي سلام بهذا الموضوع. حسب بغض النظر انت مع السلام مع اسرائيل او ضد السلام مع اسرائيل، خليني اكمل الفكرة تاعيتي وبعد هيك حنحكي عن هذا الموضوع بالاخر. فهو الفكرة تاعيته القائمة، وحتى الفاقة نفسها من اسمها انت راح تفهم انه هو مثلا بده يوحد الناس. يعني اسم الفاقة ايش هي؟ الارض اليتيمة. ليش هو مسميها هيك Orphaned Land؟
ببساطة، لأنه هو بيقول لك إنه كل الناس تدعي إنه هاي الأرض إلها، وهي في الحقيقة هاي مجرد أرض وطاب. هو هيك بيحكي، فهو الفكرة تعيت الفارقة، وهذا الإشي فقط بس إنه إحنا كلنا إخوان. يعني هذا الإشي كمان واضح بغنيته مثلاً برا، مثلاً إنه هو مثلاً إحنا بس ندعو للسلام، إحنا ما بدنا الحروب، هاي تعبنا منها. وإيش أكثر إشي مؤثر في منطقة الشرق الأوسط؟ هي الأديان. فمثلاً اليهود مثلاً بعضهم، يعني مش كلهم، ما أجوا مثلاً لموضوع أو أرض الميعاد رجعوا لها غير على أساس ديني. وفي بعض المسلمين، وركزوا معي على كلمة البعض ليس الجميع، بيآمنوا وبدهم مثلاً يموتوا اليهود مثلاً. هذا الإشي إحنا بنشوفه بنسمعه إحنا دائماً. في بعض الشيوخ اللي مثلاً بوجهوا لفكرة مثلاً قتل اليهود مثلاً. يعني بحكيش السنة عن بني إسرائيل، الناس اللي قاعدين بإسرائيل، لا أنا بحكي اليهود بشكل عام. في هذا الإشي إحنا بنسمعه ونشوفه. فالشخص هذا اللي اسمه كوبي هو بيحاول ينشر السلام عن طريق هاي الأشياء، وهي على فكرة إشي حلو جدا، كويس إنه في ناس بتحاول تنشر السلام. أنتوا ليش يعني كبرنا الموضوع كثير؟ فالنقطة اللي أنا بدي أحكيها ببساطة، هو لا يدعو لعبادة الشيطان ولا لهالبطيخ. واللي بيقدر مثلا يجيب مثلا مقطع لكوبي فاح مثلا بيحكي فيه أعبد الشيطان هيك بشكل واضح بين أغانية، تكون إحنا بصراحة سعيدين إذا جبنا إياه. فهو فقط شخص يدعو إلى السلام باستعمال موسيقى المثل لا أكثر ولا أقل. طيب بس نيجي مثلا على موضوع فلسطين، كوبي فاح وفلسطين. بعض البعض، وشفت هالموضوع بصراحة أكثر إشي على يوتيوب لبعض الناس، طلعوا مثلا يسبوا السيد كوبي فاحي كلام مثلا إنه هو مثلا شخص بده مثلا يدعو مثلا للسلام مع إسرائيل وهذا الحكي. خلينا بالأول نناقش موضوع مثلا كوبي فاحي فيما يخص فلسطين بمنطقية. أولا السيد كوبي فاحي شخص مولود وعايش داخل الدولة الكيان الصهيوني، وهو عايش داخلها. فزي ما أنت مثلا ببلدك ما بتقدر مثلا تعترض على سياسة دولتك، هو كمان ما بيقدر يعترض. وحتى هو ما من المرات سأل بمقابلة، أنت شو رأيك باللي بيصير مثلا بفلسطين؟ يعني من جيشك، سأله المذيع بشكل واضح، هل أنت عاجبك إنه مثلاً قوات بلدك بتقتل مثلاً الفلسطينيين؟ وكان ناطقه بصراحة عبقري جداً، قال له بشكل يعني مختصر إنه والله أنا ما بقبل أكيد إنه ينقتل طفل من الجانب اليهودي ولا الجانب الإسرائيلي، بالعكس أنا ما بحب حدا ينقتل من الاثنين، أنا نفسي بدولة أعيش فيها بدون ما هذا يموت ولا هذا يموت. فهذا أكيد طبعاً قصده عن الفلسطينيين. هذول ناس برضو عندهم أولادهم، عندهم أطفالهم، عندهم الأطفال مش لازم مثلاً تصحى على صوت قنابل. هو اللي قال هيك، هو ما اعترض على قتل هذول وهذول، ولكنه هو عشان عايش هناك ما بقدر يقول لك والله أنا ضد أو مع. I don't have a problem and I do say my opinion many times that when a Palestinian kid suffer because of my army, then that's bad for me. I'm not coming to say the army is wrong or right. I'm saying that I just hate it that these children are suffering. I don't want them to suffer. They are children. They shouldn't live with the sound of bombs. We are the adult one. What's the problem to find a channel of communication? I'm the little metalhead from a little metal band. I succeed to do it all the time. From people from Lebanon, from Tunisia, from Egypt, from Syria, people come to see our shows in Turkey, all the way from Iran. If I can do it, of course my leaders can do it. Who the hell am I? وحتى لو افترضنا مثلا انه هو مثلا بنشر مثلا التطبيع، ممكن هاي التهمة مثلا انا شخصيا كشادي ابلعها، تمام، ولكن انك تجي لي على فكرة انه مثلا باوج مثلا لفكرة الشياطين او فكرة مثلا عبادة الشيطان او فهذا الكلام غير صحيح نهائيا. حتى كمان كوبي فاحي له قصة برضه كمان، يعني فيما يخص قضية التطبيع مثلا كره العاب، ما من المرات شو اللي صار معاه، يعني هاي قصة يعني كمختصر، بيحكي انه هو ما هو صغير سمع عن خبر عن قتل بنت، تمام، البنت هاي لما سمع بخبر مقتلها سمع برضه انه الشخص اللي قتلها هو واحد عربي. فلما سمع بهذا الخبر وكان عمره 15 سنة عن جد بهذا الوقت هو كاهل عاب عن جد، وسمع ساعتها هذا الموضوع على التلفزيون، وكان طبعا ضعف البنت هو شخصيا، فحاول انه يقتل العاب بس طبعا عشان صغير، طبعا بعد الجنازة يعني بعد ما خلصت العزة تاع البنت حاول يدور عن عاب بس ما لقيهمش لانه طبعا كان غبي وصغير. فراح اخذ اشي وبلش يكتب على الحيطان فليموت كل العاب او شيء زي هيك. بعد هيك كوبي فاحي بقول لك انه فعليا هو كان غبي وهو صغير، لانه فعليا لما كبر اكتشف انه هذا الكلام كله غير صحيح، العاب مش كلهم اعدائنا ولا
احنا لازم مثلا نكون اعدائهم، لانه ببساطه الاعلام كذاب. فهو كان يعني بقول لك انه هو كمان هو نفسه هو صغير كان مغسول الدماغ بسبب الاعلام اللي هو موجود في الدوله تاعيته. I will tell you a story. I was ashamed to tell that story for years. And I grew up in Jaffa, which means I grew up with Arabs who are Muslims and Christians and Jews. I was on an Arab wedding when I was 4 years old. I was on the laps of my grandparents. But when I grew up, when I was 16 years old, so the newspapers were always telling about terror attacks. And the Arabs, they want to kill us, and they kill children. And you know, you had some terror attacks when they killed few children. And at one point, I was so brainwashed that I thought that the Arabs are the enemy. I'm talking about myself. Yeah. I grew up with Arabs, and still I was brainwashed. And when I was 16 years old or 15 years old, it reached to the lowest situation that a girl from my city was murdered by a terrorist. She was just waiting for the school bus. I was so angry that day. I bought a spray, and I, Kobe from Orphanland, I sprayed a graffiti "Death to Arabs." Okay. I did it, man. And look how low anyone can get from brainwash. Even me, I grew with Arabs. I born in Jaffa, and I think that Orphanland saved my life because I was extremist, and not because I knew Arabs, but I saw the newspaper, I saw dead people, I heard the way radical Arabs speak. I did the mathematics of this brainwash. The Arabs want to kill me. I hate them. I wish them death. And from that point, just look at on the long way that I did. I was ashamed to tell that story, but today I can say I did this graffiti "Death to Arabs." I regret it with all my heart, and I found a better way with Orphanland to understand the size of the brainwash and the size of the propaganda and the hate that these things are putting into the minds of people. You know, sometimes when we publish music of Orphanland, you see the brainwashed people jumped automatically. Yeah, that's true. They just jump and they tell me, why do you kill children? But I don't kill children. Yeah. I'm not an army, I'm not a government, I am the singer of the band. But he talked to me like I killed the children. Yeah. And this is the brainwash. Because when I was brainwashed, and when I did "Death to All Arabs," I was thinking that you, you're an Arab, yeah, you want to kill me. That's the brainwash. And that's the brainwash I see sometimes in the Orphanland page. And I was like that myself. حتى بعضه فيما يخص قضية الإعلام، بعضه هو عنده زي لقاء ثاني إنه طلع باص أو قاعد هو باص، هو فاقة مثل من لندن صح، مش ذاك اسم الفاقة حاليا، ولكن لما طلع بالباص هو والفاقة اللندنية هاي اكتشفوا شغلة، اكتشفوا إنه الإشي اللي بسمعوه على التلفزيون عن اليهود إنه مثلا كلهم عاطلين إشي، السيد كوبي فاحي أثبت لهم إشي ثاني. فالنقطة اللي بدي أحكيها هون إنه إحنا كمان لازم ما نصدق أي هبل بنحكي على النت مثلا ضد المثل أو ضد مثلا اليهود أو مثلا ضد هالأشياء. إحنا لازم نسمع للجميع، ولازم يكون عندنا عقلية نقدية شوي. ما بزبط كل إشي حدا حكي لك شغلة إنك تصدقها. بصراحة السيد كوبي فاحي في هذا الخصوص هو أكبر مثال للشخص اللي خلينا نحكي اللي أولا صاحب الأفكار تعيته، وشخصية كمان هو شخصية إنسانية كثيرة. طبعا أكيد يعني زي ما حكيت هو عايش في دولة، في الدولة مثلا بتماس مثلا شغلة معينة، فهو ما بيقدر مثلا يطلع ويقول لك مثلا أنا ضد أو أنا مع. ولكنه حتى ما هيك لما كان ينسل كان دائما يحكي لك أنا مع مثلا هاي الأشياء، أنا مش معاها. بس يعمل واحد ما بيقدر شو يسوي يعني بلد زي هيك. في بداية في نهاية الفيديو أنا بجاي أحكي لك مثلا هل كوبي فاح مثلا يطبع أو مثلا هو بدافع عن التطبيع أو لأنه في النهاية وفي البداية هو شخص انولد وعاش بين يهود، فهو أكيد يعني عنده انتماء لما يعرف دولة إسرائيل، هذا إشي أكيد يعني ما في عليه خلاف. ولكن اللي بدي أحكيه بس إنه هذا المغني ليس له أي علاقة
لا من قريب ولا من بعيد فيما يخص نشر الأفكار الإلحادية أو حتى برضو نشر فكرة عبادة الشيطان. هذا الكلام كله هبل وعك من الناس اللي أنا شخصيا عندي تواصل مع بعض المشاهير منهم اللي عملوا هاي الفيديوهات الغبية اللي بتنتقد هذا المغني. وعلى فكرة هو واحد من أهم المغنيين المهتم بمنطقة الشرق الأوسط، ويعني هو إشي أساسي صار بمنطقة الشرق الأوسط، فإنك تطعن فيه برضو شغلة مش كويس. يعني يا سيدي اسمع، احكي انه بدي يطبع نهاجم عشان هالموضوع مش حزعل منك، ولكنك تهاجم لي اياه عشان مثلا انه بيعبد الشيطان والتخبيص، هذا كله هبل وغير صحيح وغير واقعي. وانا شخصيا عن جد وححكيها وحظل احكيها، انا من اشد المعجبين بهذا المغني، لانه الافكار اللي بنشرها هي افكار جدا انسانية، وبنشر افكار جدا يعني كويسة بين الناس وبين المغنيين، بل بعضه حتى بين عن المسلمين. وعن جد انا بنصح الجميع انه يسمع من هذا المغني، يسمع اللقاءات تعيته وهو بيحكي عن القضايا، وبيسمع مثلا شو وجهات النظر تعيته. الاغاني كلها تعيته فقط تدعو الى السلام، وليس وفيش اشي ثاني بدعو له غير السلام. وبعضه له كلمة مشهورة كثيرة بحكي لك، شايف هسه حاليا واحدة من حفلاته هيك قال انه هسه هو شايف ناس من كل الاديان، من كل البلدان، من كل الاماكن، كل هذول الناس في الحقيقة بيقاتلوا بعضهم البعض، ولكن لما يتعلق الموضوع بالمثل ففيش حدا بيهتم فعليا. وبعضه له كلمة ثانية بعضه حكاها بواحد من لقاءاته، انه هو يا سيدي هو مجرد مغني واحد، شوف حفلاته هتلاقي الفلسطيني جنب اليهودي، هتلاقي المسلم جنب المسيحي، هتلاقي الملحد مع المؤمن، هتلاقي جميع الأطياف وجميع الناس موجودين بالحفلات تعيته. هو مين عن جد؟ هو هيك بيحكي بالحرف الواحد، انه هو مين؟ هو مين؟ هو مجرد انسان عادي. السياسيين طب ما يعملوا اشي. هو على فكرة كمان ضد فكرة انه احنا هيك نظل مثلا بالصراعات، هو دائما بنادي انه مثلا السلام هو الحل لكل القضايا تعيته. فعن جد يعني انا بحب هالمغني، وما بيعجبنيش مثلا فكرة الهجوم الغبي عليه انه مثلا بيعبد الشيطان او هذا الهبل. هذا كل الكلام غير صحيح. المغني هذا كل الاشياء والافكار والاشياء والطروحات اللي بطرحها كلها افكار عن السلام، ما في اي فكرة ثانية. حتى انه ما من المرات اخذ جائزة، اظن انها مش ذاكرة صحة ايش هي، ولكنها هي تعيت السلام، جائزة السلام هاي هو ترشح لها، هو الفرقة تعيته من كثر الافكار الانسانية اللي بنشروها. فأرجوكم عن جد اللي بده يطلع مثلا او يهاجم مثلا المثل، يهاجم المثل بس تعرف انت عن مين بتهاجم. ما بس مثلا تقول لي مثلا فلان لانه مثلا يهودي انه هو مثلا بعبد الشيطان، هذا الكلام غير صحيح. يعني هذا برضه بخلي الناس مثلا متخصصين يضحكوا عليك بصراحة. يعني قول انه مثلا بيدعم التطبيع مش حزعل، هو اكيد يعني كمان بدوش مثلا اهله يعني مثلا يتشاردوا مثلا او يطلعوا مثلا من الدولة اللي هم مثلا بيعتبروها بلدهم مثلا اللي انولدوا فيها وعاشوا فيها، اكيد هو مش بدوش هذا الموضوع. حتى هو ما برضه حكاها، انا ما بقدر مثلا كمان احكي مثلا لطاف بالطاف الثاني لا تفلت السلاح عشان الطاف الثاني حيموته، هذا برضه حقه انه مثلا يخاف مثلا على حاله وعلى شعبه. هسه هيجي الواحد يقول لي القضية الفلسطينية، يا سيدي القضية الفلسطينية على عينه وعلى راسي، ولكن احنا بنناقش الموضوع حاليا بموضوعية شوي وبنحكيها بمنطق شوي. يعني قضية مثلا فلسطين والصيحة قضية كبيرة برضه ما بديش ادخل فيها بصراحة، ولكن الفكرة بدي احكيها. قول انه بطبع مش حزعل، ولكن لا تقول نهائيا انه مثلا بنشر افكار عبادة الشيطان، لأن هذا الكلام غير صحيح. انت بس معتاز لأي بني آدم يسمع أغاني عشان يعرف انه كل الأغاني تعيته بتدعو الى السلام بين العرب وبين اليهود، بل بين البشر كلهم. الأغاني تعيته قد تحتوي على بعض الأشياء مثلا لها علاقة بالأديان، وهذا بسبب انه مثلا مستغل الدين في استعمال رسائله اللي عن الحب وعن السلام. في نهاية الفيديو أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وإذا ما عجبك هذا الموضوع بصراحة ما بيفرق معي، لأنه أنا فعليا بعمل الفيديوهات من باب الحب. ويلا سلام.